مسافات الخمسة كيلومترات مع هذه الأسماء والشعارات. نبدأ بالبداية والصدارة، نتابع هناك أول المراكز، نتابع بلشة هنا على الصدارة لهجن الشحانية وبمتابعة جابر بن سالم بن فاران، بينما التغيير في هذه اللحظات من فرقاطة لهجن الشحانية والمتابعة لدى محمد بن خالد العطية. ثالث المراكز نتابع القادم هنا والقام الغام، تصل مع ثالث المراكز لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني محمد بن ثاني بن عبد الله الهاملي، يتابعها في التضمير، بينما يتابع رابع الأسماء تصل شموس لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني سعيد بن راشد الزعبي في المتابعة والتضمير. خامس الأسماء هنا وتابع نوف لسعادة الشيخ علي بن حمد بن علي آل عبد الله الثاني محمد بن حسن الفضالة، من يتابع في التضمير القادمة مع خامس المراكز. هكذا النداء مشاهدين الكرام لمراكزنا الخمس الأولى المنطلقة والمتواجدة في هذا الشوط وفي منافسات الخمسة كيلومترات الخاصة بسن اللقاية ضمن هذه الأشواط المفتوحة. أعود هناك مع فرقاطة على البداية على مقدمة الشوط لهجن الشحانية، ويتابعها في التضمير المشاغب محمد بن خالد العطية، وبلشة قادمة مع ثاني المراكز، ولكن شموس من الجانب الآخر هناك تغير إلى ثاني المراكز بشعار الغرفاوي القادمة هنا مع ثاني المراكز لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني سعيد بن راشد الزعبي في المتابعة والتضمير، وبلشة هنا مع ثالث المراكز لهجن الشحانية بمتابعة جابر بن سالم بن فاران، ولكن الغام تغير وتنطلق إلى ثالث المراكز لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني محمد بن ثاني بن عبد الله الهاملي في المتابعة والتضمير، ومن الجانب الآخر تابع وصلة العليا لهجن الشحانية ويتابعها في التضمير الذهبي سالم بن فاران المري هنا القادمة والمتواجدة مع خامس المراكز. مشاهدين الكرام في هذا النداء الثاني لهذه الأسماء المتقدمة والمنطلقة في هذا الشوط الكل قادم. مشاهدين الكرام بدأت الأسماء بدأت بالاقتراب، ولكن شموس هناك تغير إلى الصدارة بشعار الغرفاوي، تنطلق مشاهدينا الكرام بالبداية لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني سعيد بن راشد الزعبي في المتابعة والتضمير مع انطلاقة شموس على البداية والصدارة، ولكن وصلت طلة تطل في هذه اللحظات القادمة مع ثاني المراكز لهجن الشحانية وبمتابعة جابر بن سالم بن فاران ثالث الأسماء، وتابع فرقاطة هناك من الجانب الآخر الهجن الشحانية ويتابعها في التضمير محمد بن خالد العطية، وبلشة رابعا لهجن الشحانية والمتابعة لدى جابر بن سالم بن فاران، والاسم القادم وصلة الشاهينية لسعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن بن ناصر بن جاسم آل ثاني راشد بن سيف بن عبيد السناري، من يتابعها في التضمير القادمة في هذه اللحظات مع خامس المراكز. الله يا الأسماء مشاهدينا الكرام، ولكن نعود هناك مع البداية والصدارة شموس تنطلق مشاهدينا الكرام على أول المراكز بشعار الغرفاوي، هناك هذا التواجد الممتاز مع شموس على البداية والصدارة لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني سعيد بن راشد الزعبي في المتابعة والتضمير. بدأنا بالاقتراب مشاهدين الكرام، ولكن طلة خطيرة القادمة مع ثاني المراكز لهجن الشحانية، وصلت طلة وغيرت إلى الصدارة بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران العليا، تصل مع ثالث المراكز لهجن الشحانية والمتابعة لدى سالم بن فاران المتابعة
المري والغام هنا رابعا لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني محمد بن ثاني الهام ليتابعها في التضمير. وهناك أتابع الشاهينية لسعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن بن ناصر بن جاسم آل ثاني راشد بن سيف السناري في المتابعة القادمة في هذه اللحظات. الله 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 الكيلو متر الأخير مشاهدين الكرام، ولكن الخطورة قادمة والأسماء قادمة والسرعة هنا مع طلع على البداية لهجنة الشحانية، ولكن من الجانب الآخر أتابع التقدم أتابع الانطلاق من العليا. العليا هنا على أول المراكز تغير وتنطلق لهجنة الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري. غادرت العليا دائما نتابع العليا وانطلاقات العليا تطلب العلا في هذا الانطلاق. الله يا العليا بالشعار الأدعم هنا تنطلق مشاهدين الكرام بمتابعة الذهبي سالم بن فاران المري. غادرت الجميع انطلقت على الصدارة. الله 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 انفراد على الصدارة مع العليا تعلو في هذا الشوط هنا لتظفر بناموس تهانينا والناموس من هذه اللحظات لهجنة الشحانية لهذا الشعار الأدعم. من يمتلك مثل هذه السلالات العريقة؟ هنا نتابع العليا واستراحتها الأخيرة والثانية للذهبي سالم بن فاران المري مع لحظات الوصول وخط النهاية. هنا مع العليا تهانينا والناموس لهجنة الشحانية ثاني المراكز. وصلت طلة لهجن الشحانية شموس ثالثا لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل آل ثاني. رابع المراكز الشاهينية لسعادة الشيخ ناصر بن عبد الرحمن بن ناصر بن جاسم آل ثاني. خامس المراكز وصلت الغام لسمو الشيخ محمد بن خليفة بن حمد آل ثاني. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا الكرام. نعود بالتوقيت الزمني ولحظة الوصول 7:40 ست أجزاء من الثانية توقيت العليا تهانينا والناموس لهجن الشحانية والثانية للذهبي سالم بن فاران المري. في ثاني المراكز كان الوصول مشاهدينا الكرام من طلة ب7:42 وجزء واحد من الثانية تهانينا والناموس لهجن الشحانية والثانية للشمل جابر بن سالم بن فاران. بينما وصلت شموس في ثالث المراكز ب7:44 وجزء واحد من الثانية تهانينا والناموس لسعادة الشيخ محمد بن حمد بن جاسم بن فيصل الثاني والثانية لسعيد بن راشد الزعبي.